اتنهت صقر براحة وبسها بوسة في خدها بحنان، خلتها تحس ان جسمها بيقشعر وخلت قلبها يدق، واتكلمت بخجل وقالت انا جعانة قوي. اتكلم صقر بمكر وقال انتي بتهربي بقى مش كده، بس المرة دي مفيش حد هيخبط علينا وهعرف استفرد بيكي. قال كده وهو بيشيلها. اتكلمت غرام بخضة وقالت صقر نزلني والنبي. صقر بضحك ابدا مش هسيبك الليلة، تعالي انا عاملك مفاجأة، وخرج من الأوضة وهو شايلها. ولقيت الصالة متزينة بورد احمر وشموع والسفرة عليها اكل ومرتبه بشكل جميل. اتكلمت غرام بانبهار وقالت ايه ده، ونزلت من على ايده. اتكلم صقر بغرور مصطنع امال انتي مفكرة ايه، اني معرفش في الرومانسية وكده؟ لا ده انا عجبك قوي. بصت له بحب وعيون مليانة دموع فرحة واتكلمت وقالت صقر انت عملت كل ده علشاني؟ رد بابتسامة تخطف القلب وقال وانا عندي مين اغلى منك يا غرامي. ابتسمت وقلبها نبضاته بتتسارع وعادت كلمته تاني وقالت غرامك؟ صقر بعشق طبعا غرامي وحجي ومحدش يقدر ياخدك مني ابدا. لقيت نفسها بتلف ايديها حوالين رقبته وبتضمه بعشق، واتكلمت بصوت هادي وقالت انا ما كنتش مهمة عند حد قوي كده يا صقر، انت الوحيد اللي حسستني اني غالي عندك وعملت كل ده عشان بس تفرحني، بجد ربنا يبارك لي فيك ويخليك ليا. حضنها صقر بشدة واتكلم وقال من النهاردة هعمل اللي اقدر عليه عشان بس اسعدك واشوف ضحكتك اللي بتدوبني دي. خرجت من احضانه واتكلمت بمرح وقالت طب يلا بقى ناكل احسن هموت من الجوع. اتكلم صقر بمكر وقال ماشي يا ستي بس بشرط. ايه بقى هو الشرط؟ تحكي لي ايه اللي خلاك تعيطي امبارح. افتكرت غرام اللي حصل وهزت راسها بإيجابية وقالت له هحكي لك. دخل جابر البيت ولقى منال قاعدة مستنياه واتكلم ببرود وقال خير كلمتيني وقلتيلي عايزاني ضروري. بصت له بحقد واتكلمت بنفس بروده معاها وقالت اقعد واسمع الأول. اتكلم بغضب وقال لا بقولك ايه انا مش جاية الضيف. لا ما هو انت لازم تسمعني بمزاجك او غصب عنك، ولا اقولك براحتك انت الخسران. بصلها جابر باستغراب وقعد يسمع اللي عندها، واتكلمت منال بغرور وقالت ايوه كده تعجبني. بص بقى انت جوازتك دي انا ما طلعتش منها بمليم احمر. اتكلم جابر باستهزاء وقال لها لا ما انا ما بيضحكش عليا انا بس اللي بستفيد. اتكلمت منال ببرود وقالت لا ما هو يا اما هتديني بمزاجك يا اما هوديك في داهيه وهتبقى انت الخسران. رد ببرود وقال لها اعلى ما في خيلك اركبيه، وقام علشان يمشي لكنه وقف تاني لما سمعها بتقوله تمام يبقى هروح النيابه وابلغهم عن قتل ابو غرام وعندي الشاهد وهم بقى يتصرفوا. التفت لها وراح ناحيتها وهو في قمه غضبه ومسكها من رقبتها واتكلم وقال لو انتي مفكره نفسك بتهدديني تبقي ما تعرفيش مين هو جابر الاسيوطي، ده انا اقتلك اقتلك انت كمان زي ما قتلت سيد جوزك قبل كده ومش هاخد فيكي ساعه فاهمه. اتكلمت منال بصعوبه وقالت نفسي هموت ابعد عني، وبصلها بغضب وسابها وهي بتاخد نفسها بسرعه وقفل الباب ورا بعنف. كانت فاطمه محرجه جدا وهي قاعده في بيت نورهان لما راحت تعتذر لها هي وانس على اللي حصل قدام الجامعه. دخلت عليها نورهان بضحك وقالت لو ربنا مش مصدقة فاطمة في بيتنا يا مرحبا يا مرحبا. اتكلمت فاطمة بإحراج وقالت نورهان حجك عليا يا خيتي والله على اللي حصل، انت عبيطة يا بنتي مفيش حاجة عادي بتحصل كتير، المهم طمنيني انا قلت لما خدك كده هيعمل منك شاورما. اتكلمت فاطمة بضيق وقالت اسكتي انا كنت على اخر منه اصلا ما كفهوش اللي حصل وجاي ورايا الجامعة عشان يعمل لي مشاكل كمان. اتكلمت نورهان بتفاهم وقالت انا قلت هو ده ادهم اول ما شفته اتجنن عليكي لما ركبتي العربيه. ايوه معرفش اصلا ايه اللي جابه لعندي، المهم انا مش عايز اخوك يكون متضايق مني عشان اللي حصل، والله انا جيت اعتذر مخصوص. لا انس انا فهمت الوضع وهو تقبل ما تقلقيش.
اتكلمت فاطمة بصدمة وقالت انت حكيت له على قصتي مع ادهم، اخص عليك يا نورهان. اتكلمت نورهان بزعل مصطنع وقالت بقى تظن فيا السوء. ماشي يا ست فاطمة، انا بقى اللي هزعل منك عشان انا ما قلتلوش حاجة، انا بس عرفته ان ده ابن عمك وانه اتضايق عشان شافك بتركبي مع حد غريب. خلاص ما تزعليش يا نورهان، انا بس افتكرتك حكيتيله ودي حاجة تخصني انا. قطعهم دخول انس وقال ازيك يا انسة فاطمة. بصت له فاطمة ولقت اثار الضرب على وشه ووطت راسها باحراج وقالت الحمد لله يا دكتور انس، انا جيت مخصوص اعتذر لحضرتك عن سوء التفاهم. معلش ده واد عمي وما كانش يعرف اني مش لوحدي اللي هركب معاك، واني فهمته فبعتذر بالنيابة عنه. اتكلم انس بابتسامة وقال ولا يهمك يا انسة فاطمة، وما كانش ليه لزوم تعتذري، انا اللي اسف ان اتدخلت بينكم. لا مفيش حاجة، استأذن انا. اتكلمت نورهان برجاء وقالت ايه يا بنتي ما لسه بدري، خليكي قاعدة معايا شوية. لا مش هينفع، نتقابل بكرة في الجامعة ونتحدث. سلام. وسبتهم ومشيت بسرعة. حكت غرام لصقر اللي حصل بينها وبين منال وكانت بتبكي لما افتكرت تهديد جابر ليها. خدها صقر في حضنه واتكلم وقال ليه ما قلتليش يا غرام انه قتل ابوكي؟ انا اسفة بس انا خفت، انت ما تعرفش كان بيهددني ازاي. خلاص ما تخافيش انا جنبك، بس البني ادم ده ما ينفعش يفضل عايش كده. بصت غرام لصقر بخوف وقالت له انت ناوي على ايه؟ اتكلم وهو بيطمنها وقال ما تجلجيش، طول ما انا عايش ما تخافيش واصل، بس انا خايف عليك يا صقر. ضمها بقوة في حضنه واتكلم بصوت مش مسموع وقال وانا كمان خايف عليك يا غرامي، وغير مجرى الكلام وقال ايه رأيك اخدك معايا المصنع بكرة؟ اتكلمت غرام بفرحة طفولية وقالت بجد هتاخدني معاك؟ ماشي موافقة، هقوم احضر لبسي لبكرة. وراحت لأوضتها. اما هو فضل يفكر في اللي ناوي يعمله. وفي صباح يوم جديد كانت صفية في المطبخ ودخلت عليها عزيزة وقالت لها حضرت الفطور يا صفية؟ ردت بحزن وقالت ايوه يا مرت عمي. ماشي سيبي بدور تكمل وتعالي عاوزاكي. حاضر. وخرجت مع عزيزة ودخلوا أوضة لوحديهم وقالت خير يا مرت عمي، جمال جالك انه هيتجوز؟ ردت بحزن ايوه جالي. اتكلمت عزيزة باستغراب وقالت وانت رأيك ايه؟ اتكلمت صفية بحزن وقالت حجه، واني ما اقدرش اقول لا، هو يستاهل كل خير. يعني موافقة ان جوزك يتجوز عليكي؟ طالما هيبقى مبسوط انا راضية. وده من متى يا صفية؟ راضية من متى؟ يا ما قلتلك يا بنت اهتمي بجوزك ورعيه، بس انت كأنك طرشة ومش سمع الا حالك. بصت لها صفية بحزن، فتحت ليها عزيزة دراعتها وقالت لها تعالي يا بنتي. وانهارت صفية في العياط في حضن عزيزة وبقت تبكي بحسرة وتتكلم بوجع وتقول أنا استاهل يا مرت عمي، عارفة أن استاهل، حقك علي، كنت عفشة، أنا خبرة أني كنت عفشة، بس ربنا يعلم ندمت وعرفت قيمة جمال بعد فوات الأوان، بعد ما كرهني يا مرت عمي، جمال هيتجوز ويهمني. وفضلت تبكي بحرقة وعزيزة تطبطب عليها وتاخد بخاطرها. وفي المصنع كان صقر في مكتبه وغرام معاه، وبعد فترة قضاها صقر في الشغل بص الغرام اللي كانت قاعدة بملل واتكلم وقال هي عاجبك المصنع؟ حلو بس كئيب ليه كده؟ واه يعني انت من يوم وقلتك ده، امال انا بقى اعمليه عاد؟ لا ده انت كده يتعمل لك تمثال. ولقوا اللي بيخبط عليهم ودخلت نهى واتكلمت وقالت لو سمحت يا صقر بيه، الطلبية كده تمام، ممكن تمضي عشان يتم الشحن؟ تمام هات امضيهالك. وبصت غرام لنهى بتفحص اللي كانت لبسها ضيق وحط ميك اب اوفر، وده خلى غرام تستغرب. ولما خرجت بصت غرام لصقر بضيق واتكلمت وقالت وهي مين الملزقة دي بقى ان شاء الله؟ ضحك صقر بصوت عالي وقال ايه حلوة يعني؟ نعم بقى دي حلوة، دي ملزقة وحط كيلو بويا في وشها شبه البلياتشو. اتكلم صقر بجدية وقال ما هدي اللي ادهم عايز يتجوزها. اتكلمت غرام بصدمة وقالت بقى يسيب فاطمة القمر عشان الملزقة دي؟ اهو بقى العشق.
لا معلش، هو اللي حساباته غلط. هنبقى نشوف الموضوع ده بعدين، تعالي نروح احسن مش قادر. كانت العيلة متجمعة على السفرة، واتكلم جمال وقال: يا ريت يا بوي واحنا هناك النهاردة نعجل بموضوع كتب الكتاب، يعني على بكرة او بعده بالكتير. وحالة من الصمت عمت المكان، وبصت عزيزة لصفية اللي خانتها دموعها ونزلت ومسحتهم بسرعة، ولاحظ جمال دموعها وحس بوجع في قلبه عليها، لكن تظاهر بالبرود. أما غادة فكانت بتبص لصفية بشماتة، وقفعت من ورد بغضب وقال: جمال تعاليلي على المكتب واعمليلي قهوة يا عزيزة. وسابهم ودخل، وجمال راح وراه. وقفت عزيزة علشان تروح تعمل القهوة زي ما عثمان طلب منها، ووقفت غادة بسرعة وقالت: خليك انت مرتاحة، انا هعملها لعمي مظبوطة. وراحت مع استغراب عزيزة لحنية غادة المفاجأة دي. كانت صفية في عالم تاني وحاسة بالحزن والغيرة، لكن انتبهت على غادة اللي خبطت على باب المكتب ودخلت وهي شايلة القهوة، وافتكرت صفية خطة غادة اللي قالت لها عليها وقامت بسرعة. اتكلم عثمان بغضب وقال: انت تخبلت يا جمال، وانا اللي بقول عليك عاجل تعملك ده. اتكلم جمال وهو مش عارف قصد والده ايه، وقال: انا ما عملتش حاجة يا ابوي، انا بتكلم في شرع ربنا. اتكلم عثمان بهدوء وقال: شرع ربنا ما يقولش انك تجرح بنات الناس يا ولدي، ودي مش اي حد، دي بنت عمك. افهمني زين يا ولدي، انت اما جيت تتحدث معايا في موضوع جوازك على صفية انا ما وافقتش، لاني لو حدايا بنات انا مش هرضها عليهم، ومع ذلك انت عصيتني وصممت تتجوز. بس لما تبقى قصد انك تقولك ده وتجرح البنية، ده اللي مش هرضى به واصل. انت واعي لحديثي ولا لا؟ وياك تكون فاكرة عشان ما منعت جوازك ابقى خلاص عجزت ومعتش ليا كلمة. لا يمين بالله، انا لو عايز اعاود تربيتك من جديد محدش هيقدر يمنعني. رد جمال وهو موطي راسه في الارض وقال: العفو يا بوي، حقك عليا، انا ما قصدتش، واللي انت رايده هو اللي هيحصل. قطعوا دخول غادة بالقهوة واتكلمت بخبص وقالت: القهوة يا عمي. اتكلم عثمان بوقار وقال: شكرا يا بيتي. واخدها عثمان ورفع الفنجان علشان يشربه، لكن منعوا دخول صفية وهي بتتكلم برجاء وقالت: عمي اوعك تشرب. بصت لها غادة بصدمة وهي مش مستوعبة ايه اللي بتعمله صفية. نزل عثمان الفنجان وهو بيتكلم وقال: في ايه يا صفية؟ بصت صفية الجمال وهي عارفة ان جمال كرهه ليها هيزيد بسبب اللي هتقوله. بصت لعثمان واتكلمت بحزن وندم وقالت: انا اللي رحت لها وقلت لها اني عارفة انها بتكره غرام، وهساعدها انها تخلص منيها مقابل انها تاخد صقر وتمشي من هنا، وانا ابقى ست البيت. كنت عفشة، انا عارفة اني كنت عفشة، بس ندمت، ويعلم ربنا اني ندمت وتوبت. ومبارح قالت لي انها تحدثت مع جابر ده وقالت له انها هتسلمه غرام. صرخ جمال وقال: انت بتقولي ايه بقى يا ولاد الك؟ قطعوا عثمان وهو بيخبط بعصايته على الارض وقال: جمال خلاص سيبها تكمل حديثها. وبص عثمان لصفية بهدوء وقال: كملي يا صفية كملي. وفضل يسمعها بغموض وهو بيستنتج من حديثها اذا كانت كذابة ولا صدقة. وكملت صفية كلامها ببكاء ممزوج بندم، ولما هي تسلمه غرام هو هيسلمها صقر، واتفقوا على ان غادة هتحط لك يا عمي سم في قهوتك، ولما يعرف صقر انك لا قدر الله حصلت لك حاجة كده هيسيب غرام في مصر ويرجع هنيه جاري، وهو يروح لغرام ياخدها ويختفوا ومحدش هيعرف لهم طريق. كان بيسمعها جمال وهو مش مصدق اللي هي بتقوله. للدرجة دي صفية غبية؟ أيوة، هو كان مخدوع فيها ودلوقتي بس شافها على حقيقتها. قرب من صفية وضربها بالقلم على وشها، وهي ما منعتهوش لأنها في نظر نفسها تستحق كده وأكتر. اتكلمت غادة بهلع وقالت: كدابة والله يا عمي، دي كدابة، هي اللي قالتلي وقالتلي إنها بتكره غرام، وأنا قلتلها لا، دي غلبانة ويتيمة ابعدي عنها. حتى كانت بتعامل غرام عفش، والقهوة ما فيهاش حاجة، دي واحدة كدابة. قطعها دخول عزيزة وهي واقفة قدامها وبتتكلم بثقة وقالت: محدش كداب غيرك هنا يا غادة. ولحد هنا
استنوني في الجزء القادم. دمتم في أمان الله.